ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. هنبدأ دلوقتي نعمل صنف لطيف جدا من الفطاير، ولكن بالبطاطس، البطاطس المهروسة. طيب تعالوا كده نقول مقادير لو عايزين نعمل كمية. بتتخبز على الطاسة لطيفة جدا، عاملة زي العيش بس يعني مفيدة. في ناس ممكن تستغنى كمان عن الدقيق الأبيض ده وتتعمل بالبطاطس، ويعني يتحط معاها نسبة من دقيق الرز بس، يعني ممكن تتعمل بكذا حاجة. ممكن تحط معاها خليط شوفان وتتعمل مع البطاطس يعني. بس هي فكرة في البطاطس أساسي، إن وصفة البطاطس نفسها في ناس بتحبها جدا. فعايزين يعني زي ما الولاد الصغيرة بيحبوا البطاطس المحمرة، احنا عايزين نعمل لهم حاجات تانية بالبطاطس يستفيدوا منها مع الوقت. طيب خلينا نقول المقادير. عندي 4 كوبايات من الدقيق، عندي 2 إلى ربع كوباية من المية، تقريبا برضو معلقة زيت كبيرة، معلقة صغيرة ملح، الحشو عندي بطاطس مهروسة مع جبنة شيدر أو جبنة بارميجان أو أي جبنة رومي أو أي نوع جبنة عند حضراتكم، ممكن تبقى جبنة بيضة اللي انتوا عايزينه، أي نوع جبنة. ممكن أحط معها كمان منكهات أو أعشاب زي الزعتر، زي الريحان، زي الروزماري، زي الشمر، زي اليانسون. أصل الفطاير دي حاجة بناكل جنبها حاجة، ملح وفلفل طبعا. فأنا بس إيه كده حط هنا، بقيت اشيل اثقال. بس اول ما يجيبوا لي بس الحله، خليني ايه اخد كده معلقه اخلط بيها بس. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبه الميه الدافيه هنا، بصوا نسبه الدقيق انا مش هعمل عليها حاجه غير رشه ملح، بفرفطه بس كده، ندخل جواه الهواء. طبعا يفضل دقيق كل الاستخدامات او الدقيق الخاص بالمخبوزات. رشه كده من الملح، لان انا هعتبر ان كمان البطاطس هيبقى فيها ايه، يعني هتتحشي جبن، ممكن تكون مالحه سواء بيضه او غيرها كده. باخد بقى البطاطس المهروسه دي والجبنه الشيدر، بخلطهم مع بعض كده كانهم كور، يعني بطعم بس البطاطس المهروسه. ونقدر كمان نديها اي اعشاب حضراتكم عايزه. ناخد معانا ام محمود. اهلا وسهلا أم محمود، اتفضلي. صباح الفل يا أستاذة. صباح الفل عليك يا حبيبة قلبي. صباح العسل. أهلا بيك يا حبيبتي. أنت مريحة في كل حاجة. الله يسعد قلبك ويريح قلبك يا رب. نفسيا ومعنويا وشكلك بيريحني والأكل اللي بتعمليه بيريحني، كل حبيبتي. حاجة مريحاني معاكي. الله يخليكي ويريح قلبك دايما يا رب. أنا بتفرج عليكي كل يوم. الله يخليكي، ده شرف ليا. والله العظيم بتوفري علينا كل حاجة. يا حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. ربنا يسعدك يا رب زي ما بتسعدينا. أمين حبيبتي. احنا وإياك. الجميل اللي انت عملتيه ده، يعني شوفي احنا قاعدين كل يوم بستناكي تقولي لي اعمل ايه عشان ولادي. يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يسعد قلبك بيهم يا رب. ولسه كنت بيقولوا لي على البطاطس محمره بطاطس الصبح كده فطار، زعلانين قوي. يا حبيبتي ربنا يبارك فيهم. لا احنا هنعمل لك حاجات تانية حلوة جميلة يغيروا عشان ما يزهقوش، وسهلة برضو. الله يسعدك، الله يفتح تسلامي. عليك يا رب. امين. الله يعزك كمان وكمان. امين حبيبة قلبي، تسلمين يا ام محمود. تسعدينا وتريحينا كده نفسيا ومعنويا وماديا. الحمد لله يا حبيبتي، انتوا تأمروا بس، انتوا تأمروا. الله يسعدك. تسلمي يا حبيبتي. صباحك عسل. صباحك رضا من رب العالمين حبيبتي، تسلمي لي. شكرا يا حبيبة قلبي. تسلمي لي، في حفظ الله، شرفتينا ونورتينا يا ام محمود والله. تسلمي حبيبتي. طبعا الواحد لازم يدور بدائل حلوه، وحاجات ساعات الواحد بيبقى فعلا محتاج. اولا المعده محتاجه ترتاح، احنا محتاجين ندخل ثقافه اخرى في اكلاتنا، تبقى حاجات بسيطه مش طول الوقت حاجات تقيله وطبيخ وحاجات بالصلصه وحاجات مسبكه. في حاجات كمان مغذيه وجميله وتؤدي الغرض، وكمان اقتصاديه. مش معنى كده ان احنا يعني مش هناكل حاجه حلوه، لا هناكل حاجات حلوه، بس فكره ان احنا نعمل ده، هو ده بقى الايشو في الموضوع. ان احنا نعرف ازاي نعمل وصفه كويسه اقتصاديه من حاجات بسيطه متوفره في البيت، وده المهم. مش شرط ان انا ابقى يعني مكلفه الحاجه بالشيء الفلاني عشان تطلع حلوه. طيب البطاطس دي كمان فيها نسبه الياف عاليه على فكره، ونسبه بوتاسيوم، وفيها فيتامين جيم وبي 6 كمان. هي كمان بتنظم مستويات الكوليسترول في الدم على فكره، وبتحمي العظم. فيها نسبه حديد وفيها نسبه فوسفور وفيها كالسيوم. في ناس كمان بتستخدمها للدايت،
عكس ما الناس فاهمه ان البطاطس يعني لما بتتشوي او بتتسلق بتبقى مفيده جدا. شوفوا احنا لما معدتنا بتتعب شويه يقول لك ايه بطاطسايه مهروسه كده، فبنهرس بطاطسايه وناكلها علشان هي تبقى خفيفه على المعده وفي نفس الوقت مشبعه. ليه؟ لان فيها نسبه الياف كويسه فبتشبع. طيب فانا شايفه انه البطاطس على فكره في بتتعمل مسكات، يبشروا البطاطس ياخدوا البطاطس دي الميه بتاعتها ويعملوا بيها مسكات، يعني هي كمان مفيده في كل حاجه. عايزه اقول بس ان احنا ايه ممكن نعمل للولاد البطاطس بدل المحمره نعملها في الفرن بمعلقتين زيت بس، نحط عليها شويه زعتر، رشه ملح، ورشه ثوم باودر، بصل باودر، تطلع الويدجز اللي بتتباع بره بالشيء الفلاني، نعملها في البيت بشكل جميل جدا وتبقى صحيه للولاد. في الكور دي ممكن ننزلها بس في بيض وبقسماط، شوفوا انا حشيتها بالشيدر، تنزل في بيض وبقسماط وتتقلي وتبقى رائعه، ممكن تاخد رشه زيت وتدخل الفرن. يعني اقصد ان في حاجات كتير جميله ممكن نعملها كبدائل وتبقى اقتصاديه. انا بس مستنيه محمد يجيب لي الحل عشان ربنا يكرمني ويفرجها عليا وان شاء الله اعمل الوصفه دي على خير. ماشي. انا بصوا بقى سقعت هنا دي، لازم اسقعها شويه البطاطس دي بعد ما بقى ما بحشيها كده، ما ينفعش اما اجي اعمل العجين احطها فيه طريه، لازم تبقى جامده دخلت الفريزر مسكت خلاص عشان لما افردها تبقى سهله معايا. تسلم ايدك، انا مش متاخره يا ندى والله. يعني بس الحمد لله محمد ايه كان مندمج مع الوصفه فتقريبا نسي ان انا لازم اعملها. ماشي. همسح كده كده كويس قوي ون ايه هنحط بقى نسبه الدقيق دي برشه الملح اللي احنا حطيناها، تقدروا برضو تستخدموا اي نوع دقيق، مش لازم ابيض، ممكن اي حاجه. دي عندنا شويه شوفان ممكن اطحنهم، عندي شويه دقيق قمح ممكن اخلطهم مع الدقيق الابيض حبه وحبه، مش مشكله خالص. هنزل بقى كده ونصب الميه شويه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لحد ما تبقى عجينه زي اي عجينه. بسخن بقى طاسه او جريل على النار. نقدر بقى نحط مع الدقيق ده زعتر، بقدونس، ريحان، روزماري، اي حاجه تنكهوا بيها العجينه الحلوه دي. بصوا هديها بس معلقه واحده دقيق بس كده. هنحط بقى معلقه الزيت دلوقتي. بصوا بقى العجينه بقت جميله ازاي. عايزه اقول لكم العجينه دي بقى كمان تطلع فطاير صغيره رائعه، مش بس على البوتاجاز او على ان احنا نسويها، تطلع كمان فطاير لو حابين تحشوها جبنه بيضه وتقلوها في شويه زيت صغيرين، تعمل فطاير منفوخه جميله جدا تفطروا بيها روعه. هناخد بقى، انا مريحه واحده وده مهم انها ترتاح حتى لو ما فيهاش خميره، مش شرط انها ما فيهاش خميره يعني العجينه مش محتاجه ترتاح، لا محتاجه ترتاح. بصوا كده لحد ما ايه هتطلع بقى هشه طول ما هي فيها
يعني لزقه اللزقه التلزيقه الخفيفه دي. هناخد كده هنا نقطه زيت واحده على الوش بس كده، وبعدين هغطيها وهطلع التانية اللي احنا مريحينها اهي. هاخد منها، بصوا بقى اللي بترتاح بتبقى عامله زي الفطير الشرقي. الفطير الشرقي ايه؟ ميه ودقيق وملح، ما فيهوش حاجه يعني، لكن بترتاح تمط وتفرد معانا زي ما احنا عايزين. هاخد بقى واحده البطاطس اللي احنا اتفقنا عليها وهعمل كده كعجين اهو كده. هسيبها هنا شويه عشان انا هفردها، هفردها زي الرغيف كده. بسم الله الرحمن، زي الرغيف زي الرغيف. انت خدت بالك مين يا مونتي؟ ماشي يا مونتي. لا انا بعمل كده للمصور اللي قدامنا عشان هو بس بيركز، يا بصلي جامد كده عايز اقول يعني هتعملي ايه بعد كده قولي لنا. طيب كده، وبعدين هعمل كده، شايفين ازاي هتبقى بقى رغيفه كده جميله. نعمل واحد كمان ونفرد واحد ونوريه لحضراتكم. اوكي اوكي والله. طيب انتوا ليه مش قايلين؟ اهو هاخد بقى اول واحد انا عملته نفرده بس بالمردنه اهو، نقطه زيت واحده بس كده، نعمل كده ونفرد كده زي العجينه العاديه خالص بالبطاطس، ونحطها فين؟ في الطاسه، طاسه سخنه خالص، وعادي حتى لو البطاطس دي كده اهي هنقفلها عادي جدا، وهتفرد معانا عادي برضو. كل ده هيستوي ويطلع طعمها يجنن وليها قرمشه كده رائعه. خليها هنا اهي، هشيل دول مش مهم دول كده، ولازم تسقع. وهنحط بقى في الطاسه، حاضر هظبط بس ده ونحط الاطراف، هشيل بس الزيادة دول ويلا بينا عشان هنستعد كمان النهاردة معانا يعني وصفة أو فقرة طبية فيها أسئلة مهمة جدا لأصدقائنا اللي سألوا على موضوع مهم في مقاومة الإنسولين، لأن أنا شفت أن في ناس كتير حتى إحنا في منا في بعضنا في القناة بيعمل التحاليل دي وراجع بيسأل على نفس الأسئلة اللي حضراتكم شايفينها دي. هي مقاومة الإنسولين، ولأن هما لسه صغيرين وبقى عندهم مقاومة إنسولين ولازم يشوفوا صرفة في الموضوع ده. طيب أنا هاخد كده بس الحروف، اعملوا بقى رغيفة صغننة كده، وهناخد على الطاسة وهي سخنة، أنا مسخناها بس بعدها عن النار. عايزين بقى تكبروا الرغيف عن كده، عايزين تعملوها فطاير صغيرة زي ما انتوا عايزين وهكذا. أهم حاجة دي هترجع تتعجن تاني وتتحط وتتعمل كورة تانية وتتفرد واحدة واحدة بالزيت. عايزين تعملوها بقى براحتكم وتجهزوها تحطوها في التلاجة تسقع لحد ما تاخد الشكل واللون، مفيش مشكلة. بصوا بتبدأ بقى تاخد اللون من تحت، هتطلع جميلة ومغذية جدا، هتشوفوا شكلها زي الرغيف كده حلو. نسبة البطاطس اللي فيها كمان بتاخد كده درجة تسوية جميلة. خلينا نقلب ده، هيبقى روعة. شوفوا بقى لما يتقلب لونه هتبقى حلوة جدا، قريبة كده من عيش الشوفان اللي عملناه وعيش اللي بديه الرز، هيبقى ممتاز. طبعا هنستعرض الحاجة اللي احنا عملناها النهاردة، إذا كان فسير الملاك ولا الحواشي اللي بال الفول الصويا، وهنبدا بقى كمان الفطاير اللي احنا عملناها بالبطاطس دي. ده رغيفه كده بتتاكل بالبطاطس رائعه، بصوا بيدي لون، اللون ده درجه البطاطس اللي اتحمرت سنه مع الزيت في الطاسه، هي اللي مديه الدرجه الذهبي دي طبعا مع الجبنه الشيدر. بصوا حلو ازاي. وهنا بفضل بقى اقلب شويه شويه لحد ما تديني الدرجه دي عشان الرغيف يستوي كويس.
ودلوقتي بقى احنا طبعا بنستعد لمشاركه الدكتور معانا، دكتور ريهام العراقي، ان شاء الله في الفقره اللي جايه اخصائيه التغذيه العلاجيه. ولو ليكم اي اسئله حضراتكم في انتظار اتصالاتكم على الهواء مباشره بعد الاستراحه.